ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا استاذنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مال محلك معفن كده ليه يا اسماعيل؟ على قديمه. عندك لانشون؟ الحمد لله. طب لملي كل الجبنه الرومي اللي عندك. عينيا يا استاذ. سبحان من يغير ولا يتغير. ولملي كل الجبنه القريش اللي عندك. كمان. وثلاث كراتين بيض. وثلاث كراتين بيض، ماشي يا عسل. وعلبة الكراميلا دي. وعلبة الكراميلا دي، حاجة تانية يا عسل. في جبنة نستون؟ نستون فيه؟ ما بحبهاش أنا، مش طيب. عايزها. بلاش. امسك يا إسماعيل. وهات لي البتاع ده. خد. الزلوط اللانشون ده. خد الزلوط ده، مش هيغلى عليك. امسك يا إسماعيل 300 جنيه. 300 جنيه حتة واحدة؟ اه، وصلي الحاجة على البيت يا إسماعيل. عينيا يا خالد الزك. ما تتأخرش يا إسماعيل. عينيا. حاج مهدي، حاج مهدي. ايه 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 في ايه؟ ازيك يا حاج مهدي؟ ايه يا خالد، ده مواعيد تخبط فيها على الناس برضو. صحتني من النوم يا اخي. الحق عليا، الفلوس جت من البلد، قلت اجيبها لك. طب ما تجيب. ما انت شكلك نايم، اجي لك مره ثانيه. لا 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 لا، مفيش مشكله، خلاص خلاص. هات يا عم، اجي لك مره ثانيه. يا عم خلاص، هات الفلوس بقى. امسك. الشهر اللي فات وخمس اشهر مجدد. تأمر بأي خدمة تانية؟ أأمر؟ ده أنا اللي تحت أمرك يا باشا. بص، أنت تخبط عليا في أي وقت وتصحيني زي ما أنت عايز، ده أنت حاجة جميلة جدا. وأنت حاجة مملة جدا. خد يا أب، أنا أنجزت لك فلوس الكفالة. زي الفل. كده إن شاء الله نروح بكرة نيابة وإحنا مطمنين. بصراحة أنا لسه مش مطمن. متقلقش يا ماجد. سيبها على الله، ان شاء الله براءة. اللي انت عملته معايا ده يا صاحبي يمين مش هنساهو لك طول العمر، هيفضل في رقبتي. على ايه يا ماجد؟ لا شكر على واجب. ده العشم، ده العشم برضه يا صاحبي. احسن منك يا اخويا. ما كل الناس احسن مني. ايه الجديد يا عم؟ مالك فيه؟ مفيش. على العموم انا صرفت لك فلوس العمليه بتاعت باباك. بتهزر. وانا ايه اللي يخليني اهزر؟ فلوس معايا هيب جدا. لا ما تطلعهمش، ما تطلعهمش هيب. ليه يعني؟ بعدين هقول. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ وبعدين انا طلب كبيره يا اخويا. اشربهم في العربيه. انا معيش عربية. طب يلا بينا، يلا انجز بقى. لما اطلع هبقى اخدهم منك بره. ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك يا احلى حب في حياتي. حب؟ حب النوم. فاهمه ولا لا؟ انا اللي بيني وبينك دلوقتي ان احنا بنقضي وقت لطيف مع بعض وخلاص، فاهمه؟ طب يلا يلا. خلاص ياما، ياما ما قلت لك خلاص، الاشكال انتهى واتحل، خلاص بقى. ازاي؟ نفعتها له الكفاله، هيخرج بكتير وبكره الصبح. بجد يا ماجد؟ ايوه ياما، بجد بجد. طب وجبت الفلوس منين؟ انا بكتب اغاني ياما وبشتغل شعر. بعت اغنيتين لياسمينة. ربنا يا ابني يرزقك ويزيدك كمان وكمان. ازيك يا سهى؟ اهلا يا دينا حبيبتي. خير؟ قافله موبايلك ليه؟ قلقتيني عليكي. لا ابدا، ده الشحن خلص. لا، ما واضح فعلا ان الشحن خلص. ايه حكايتك بالظبط يا دينا؟ ما تخليش موت مامتك يضيعك. ايه بس يا بنتي الكلام الكبير ده؟ لاني حضرتك راجعه متاخر في نص الليل وكمان قافله موبايلك. وبصراحه كده يا دينا احوالك مش عجباني بقالها كام يوم. سهى،
ممكن نأجل الكلام ده لبكرة، أنا تعبانة وعايزة أنام. بس أنا عايزة أتكلم معاكي شوية. بقولك أعصابي تعبانة. الله، خلاص يا ستي سايبها لك. ماشي يا دينا، براحتك. بكرة هتندمي وتعرفي إن أنا خايفة عليك. ألف سلامة عليك يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ربنا على سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا ماجد. انا كده يا جماعه اقدر اقول لكم ان مهمتي انتهت معاكم النهارده، وان شاء الله هتابع القضيه وابلغكم بالاخبار. يا ابني يا ابني احنا تعبناك معانا قوي. ما تقولش كده بس يا حاج، الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله اديني بقولها لك اهو هتطلع براءة. يا ربي يبشرك بكل خير يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. عايز حاجه؟ تسلم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أروح على البيت بقى عشان أريح جدتي شوية. يلا يا حبيبي تنور بيتك من تاني. ما قلتوليش أنتوا جبتوا فلوس الكفالة منين؟ أنا اتصرفت فيهم. اتصرفت إزاي يا ماجد؟ عملت إيه؟ بعت أغنيتين جداد لياسمينة. ياسمينة؟ تاني ياسمينة يا ماجد تاني؟ خلاص يا حاج أوفر في النيابة مش هينفع. تعالى يا حاج اتفضل اتفضل. يلا على بيتنا يلا. كنت عايز اقول لك ايه يا عماد؟ كنت عايز اقول لك ايه؟ كنت مدين 300 جنيه. خد 400 ولا اقول لك خسارك؟ خد ال 300 بتوعك اهو. يا خالد يا اخي احنا مش اصحاب، احنا اخوات. انت كده زعلتني والله. خالد اوعى تكون بعت حاجه عشان تتصرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش. انا جالي شويه فلوس من البلد، كام الف جنيه كده. ايه ده بجد جالك فلوس؟ انت فاجئتنا. طب ما تعزمنا على حاجه يا اخي بمناسبه الفلوس اللي جات لك. انت جيت في جمل من عيال جوز يا متر. وانت محتاج حد يعزمك يا عماد؟ انت راجل دلوقتي بتشتغل في جرنانين وبتقبض مهيتين. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. انا مش بحسدك يا عماد، انا بس بنبهك انك اللي بتعمله ده دلوقتي غلط. انت راجل كاتب، مالك انت ومال الرسم الكاريكاتيري؟ ما هو عشان انت عشان مش مستوعبه الموضوع. يعني انت عندك مثلا مثال، يعني عمنا صلاح شاهين كان راجل. هو في اصلا وجه مقارنه بينك وبينه؟ صلاح شاهين ده كان حاله خاصه. يعني عماد كان حاله عفشه؟ طبعا. نعم ايوه، لانك كمان ما بتشتغلش في جورنال عادي، راح اشتغل في جورنال حكومه. يا نهار ابوك اسود، في حد يعمل اللي هي بتقوله ده؟ وماله يعني الجورنال القومي؟ الجورنال القومي ليه اهداف، اهداف اهداف نبيله، بيحمي البلد. وبعدين الجورنال القومي ده بيحافظ على الناس اللي معاه وبيقدرهم. انا باخد مرتب كويس جدا فيه. تحب تشتغل معانا؟ لا. انت كمان عايز تاخده معاك؟ انا مش قايل لك ما تبيعش حاجه للست دي، مش قايل لك تبعد عن السكه دي خالص. سكه ايه بس؟ ما هو لولا السكه دي ما كنتش خرجت من الحبس. انا لو اعرف كده كنت قلت لك ما تدفعش ولا مليم. ما تفرش الحكايه، انا ما عملتش حاجه مش للدرجه دي يعني. واكتر من الدرجه دي، الفلوس دي حرام يا ماجد. حرام ايه؟ ده تعبي وشقايا. مين اللي قال؟ مين اللي فات وقال انه حرام؟ انا اللي بقول لك انه حرام. اهدوا بقى يا جماعه وصلوا على النبي واغصوا الشيطان. الشيطان؟ الشيطان دخل البيت بالفلوس اللي جابها ابنك دي. هو في ايه؟ في ايه يا حاج؟ في ايه؟ ما تبطش لنفسك، طول عمرك ماشي جنب الحيط عملت ايه؟ في اخر حياتك لبست قضيه رشوه ومفيش في جيبك جنيه، ويعني ما تخرج منها ولا لا؟ اوعى تزود بكلمه. اوعى تنسى ان انا ابوك، فاهم؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. انا هخلص، هسكت، انا هنزل هسيب لك البيت وهنزل. اوعى. مع السلامه، ويا ريت ما ترجعش تاني. يبقى خلي الست ياسمينه تنفعك. الو، معي؟ لا انا في البيت تعبانه شويه، مصدعه قوي من امبارح. انتوا فين؟ في الجامعه؟ طيب احتمال اجيلكوا. هقوم البس كده ولما انزل هكلمكوا اشوفك فين. ماشي اوكي، يلا باي. قلل مين يا عم؟ افرش يا عم. افرش ليه يا عم؟ احنا هنطير القرشين يا عم. القرشين ايه؟ اشتري غير. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك احنا كنا عايزين بقى انصاص كده، انصاص لانصار. اربع 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 لحمه ولا انصار؟ اربع ايه؟ لا لا لا، انا هات لي فليب وفر
وهاتلي وفر. عم وفر ايه يا عم؟ تطلب ما في فلوس في ليه بوفر؟ انت ايش فاهمك انت؟ ده صوص فيك. عايز بوفتيك ايه؟ بوفتيك واحد. بوفتيك بقول هات لنا ظروفنا لحمه كتير. ها ظروفنا لحمه كتير اكتر من اللحوم. ايوه اكتر من اللحوم. الله يكرمك حبيبي. بقول لك يا اخي عايز شاي تقيل سكر كتير. انا هتفضل مدينة البوز ده كتير؟ في ايه؟ ما تروق شوية. مالك يا عم؟ فك شوية وروق الدنيا كده. ده احنا هنطلب كباب، انك تركب له مواصلتين عشان تاكل. انا قلقان يا اخوانا، انتوا مش حاسين بيا ليه؟ حاسين بيك يا ابني، بس طالما الراجل ما حصلوش حاجه يبقى احنا في امان. وانت ايش عرفك ان الراجل ما حصلوش حاجه؟ اشتريت كل الجرايد وما لقيتش ولا خبر عن الموضوع. هو ده برضه ما يطمنش يا اخوانا، اصل الخبر مش هينزل كده في اول يوم سريع سريع، ده لازم ينتشر ويتوغل ويتسرب بعد كده ينزلوه. في ايه يا جدعان؟ انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ اتصل يا عم لؤي بصاحبك شوف لنا ايه الاخبار، اساله لنا كده على اي حاجه. ما ينفعش يا طلعت، هيحس ان انا عارف. طيب ماشي خلاص، سيبوني انا لما اقابله على الفيس هبقى جرجره في الكلام كده واشوف ايه الميه. طب وبعدين؟ الشك هيفضل ياكل في قلبي كده لحد ميته. ما تشغلش بالك يا خالد، صدقني انا متاكده من الكلام اللي انا بقوله لك، احنا في امان يا ابني. اول حاجه مفيش حد مسكنا، تاني حاجه مفيش حد شافنا، تالت حاجه بقى محدش بيشك فينا او يعرفنا اساسا، يبقى ليه القلق؟ يا عم وانت شاغل بالك ليه اصلا؟ عايز تطمن بقى على حق، تاخد بعضك الصبح كده وتشد الرحيل وتطلع على الفيلا وتقعد قدام الفيلا. خرج الراجل يبقى لسه عايش. وما خرجش؟ ما خرجش يبقى تنفض للحوار الفاكسان ده. بقول لكم ايه؟ ودعك. سيبنا بقى من الكلام ده. احنا عايزين نحتفل بالفلوس. تعالوا النهارده اسهركم سهره جامده قوي. هو ده حليب قلبي. المكنه فين؟ في مكان جامد قوي. لو عايزين تروحوا النهارده اظبط لكم ترابيزه على البيست. عم العالم اكتب لا دماغه حلو. اصيل. دماغه حلو واكتب اصيل. معاك يا برنس العالم. او بالمره يعني نخرج الحاج خالج من المول اللي هو فيه. مالكش صالح يا حب خالد. انا مش جاي معاك. وانا كمان مش جاي معاك. ليه بس يا ست الحسن؟ يا ساره تبقى ساره من غيرك عسل. انا بنته ما ينفعش اروح الاماكن دي، الاماكن بتاعت الاستاذ لؤي. خلاص يا جماعه خلي دودو براحتها. ماشي ماشي ماشي. شايل طاجن ستك كده ومادد بوزك شبرين يا ساتر. بتتحشم ايه مره انت؟ في حشم اكتر من كده؟ ماله ده؟ ده مساكب على الاخر يا اختي. اه صحيح، هو صاحبك مبوس كده ليه؟ واحده واحده عليها زوز، لسه الواد عضمه طري. ايه يا عم ما تعكرش صفه اللبن. اهدي اهدي. فرفش 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 كيف؟ بتقول له حاجه يا بقره انت؟ بقول لك يا عم عادل، انت ولا عم صفوت ولا خالد؟ روق كده وانسى الجو اللي انت عايش فيه ده.
ده موضوع فكسان اصلا. سيبك انت ياض، عليا النعمه، انا اول مره اشوف بكار سهران في كباريه. روق ياض وبسط. هاف فن يا عمان، تيكت ايزي، مفيش حاجه مستاهله. صاحبك ده صعيدي قوي. جوزك يا بنت انت، الصعيد دول عمامكم، وعلى طلاق كلمه كمان اخسر الخماره دي على اللي فيها. يا اخويا الصعيد واهل الصعيد على راسي، ما تتحمقش قوي. انتوا عارفين يا اخوانا القعده دي ناقصها مين؟ البت دينا. عاملين اللي فيها فتوات، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في سويعه؟ احنا هنا محل محترم، انا ممكن احبسكم دلوقتي كلكم. شايفين؟ عاملين ايه في المحل؟ طلعتوا بوس امه. ايوه يا مستر سطوحي، بس احنا مش وقت عيال تتكلم معانا بالطريقه دي برضه، ما يصحش. شوف الكراكيب بتاعتك دي تساوي كام؟ واحنا ندفعهم لك على الجزمه القديمه. طب الكراكيب دي يا شاطر ب 20,000 جنيه. لا 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 لا. في ايه يا استاذ سطوحي؟ احنا كسرنا العربيه 28 ولا ايه؟ يا خفه انت كمان بتنكت. الحاجات دي ما تعملهاش ال 20,000 جنيه، الحاجات دي تعمل لها 15,500. يا حبيبي ما تنساش الناس اللي مشوا بالمحل، واهم من الناس دي سمعه المحل. لا لا الحقيقه لو لا انت عندك حق، يعني لو سمعه المحل لازم كلنا نخاف على شرفه، مش كده ولا ايه؟ عندك حق، لازم نشوف حل في الموضوع ده. بعدين يا استاذ سطوحي دي شويه كراسي اتكسرت، في غزيه ماتت؟ لو في غزايا ماتت اقول لك قال. وبعدين احنا هنعمل ايه؟ نسرق يعني عشان نجيب لك الفلوس؟ طب يا جماعه انا شايف اللي احنا ممشيها بلدي عشان نخلص من الحوار ده. احنا بالصلاه على النبي كده 10 رجاله، كل واحد فينا يطلع باكو وناهي على الحوار، وقدر ما حصلش واللي حصل ما يتكررش، وتوتو على كبوته. صح كده يا برنس، وادي اول 1000 جنيه مني على كبوته. مبسوط يا استاذ توتو؟ وانا ال 1000 جنيه بتاعتي ايه؟ عليه النعمة ده تبذير. تقدر ما حصلش. الله 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 الله. ما تفتح يا بقرة. يا جدعان حيطة حيطة. فوق بقى يا عم الخفيف. هو ينفع كده يا جدعان؟ نتبهدل البهدلة دي وكمان نرجع على باب الله. بقينا مفلسين ومأشفرين. أنت بتتكلم أنت؟ ده وش المشاكل والمصايب؟ رايح تعاكس البيت؟ يا عم وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبة اللي احنا فيها دي، احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزواد طلعت معفن ومفلس؟ حتى من اجل الله. يا اخي ده انا أول مرة يحصل لي كده في حياتي، أنا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس بس بس، هنقعد نولول؟ هو ما فيش غير حل واحد. نرجع نسرق تاني. لا! نسرق تاني لا! يا ابني لازم نسرق. ايوه يا جماعه الحقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه، انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام يعني ايه يا عم واوساع؟ انا يعني مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلدي يا اخوانا لازم نبقى منظمين شويه، مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش. يا خيال انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده. يا ابني افهم، هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله، لو هنزع الطره ان شاء الله. طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله. طب في حته ارض ناشفه هناك، روح بقى انت اتصرف انت وهو، يعني او اتصرفوا على روحكم هنا بس ورانا نبعد شويه. يا ماجد خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ماشي، احنا مش حراميه،
احنا ممكن نعمل اي حاجه تانية. الفلوس سهل ان احنا نجيبها، احنا ممكن ننصب انهم ما نستناكش. يا سلام، يعني نصب هو اللي مش حرام؟ يا اخي والنبي روح كده وانت سكران. على فكره يا جماعه احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه.